يجب أن تبدأ هناك قواعد لعبة جديدة. ما قبل انسحاب الصدر لا يمكن ولن يسمح أن يكون ما بعد انسحابه. وأنا أعتقد نعم. أن الصدر الآن يعني شلون يقول مترقب للأحداث وسوف ينزل، إن لم ينزل اليوم سوف ينزل غدا على أخطاء وسيئات وخلافات ما متواجد، وما وإذا نزل الصدر هنا سوف ينزل هناك في الإقليم، وسوف ينزل هناك في الأنبار، وسوف ينزل هناك في الموصل، تنزل الجميع، لأن الشرارة التي ستنطلق في أي مكان من سوف يحرق الجميع، لأن الكل مشتركين في طيب. ضياع حلم ما بعد الدكتاتور، في حلم كنا نحلم به لسنوات لقرون. أوجه رسالة لكل السياسيين أقولهم كالتالي: تلقفوها قبل أن يتلقفكم الشارع العراقي، لأن أعتقد هاي المرة ما بها مجال، تعرفون وين كل بعض يجوزين شمر بالحاويات. الله سبحانه وتعالى أعمى البصر والبصيرة وقاموا ما يشوفون العراق، قاموا يشوفون بس الدولار، قاموا يشوفون بس الدينار، قاموا يشوفون الدرهم، قاموا يشوفون التومان، قاموا يشوفون الريال، قاموا يشوفون الدراهم الإماراتية والسعودية من أجل التآمر على الشعب. وكثير من هذه الحالات موجودة. لا يجينا واحد ويقول ليش تقصد ما تقصد، لا لا لا، معروف شارع العراق، يعرف كل واحد. يعني اكتشفت هذا متأخرا أبو عبد الله؟ إلا البعض. لا 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 لا، تذكر نجم، أنا يمكن عشرات المرات، وتذكر بسبب برنامجك أنا تقريبا ما يقارب 10 أوامر يعني قضايا تشهير صدرت بحقي. أي تتذكر قضية فلان وفلان وما أريد نتكلم بيهن. أي لأن البيت الشيعي وين رايح؟ البيت الشيعي الآن مهيئ إلى ثورة كبيرة سوف ترفض الكل. لا يجيني واحد ويجمهر جمهوره. الجمهور مالتك اليوم إيش قد؟ 1,000,000 20,000,000 رافضينكم. أي الجمهور مالتك 2,000,000 اليوم 20,000,000 رافضينكم. اليوم عندك عزة وعظمة، يصدقنا هاي العزة والعظمة ما تدوم شادامت لهارون وقارون وفلان 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 وفرعون. ولذلك يا سيد، يا سيد كاظم، خلينا استثمر وجودك الواحد. استثمر وجودك بسؤال. أنت الآن تبشر، وقد يتفق معك الكثيرون من المختصين بهذه القضية، أن هنالك ثورة ستقتلع هؤلاء الذين وصفتهم. هل البديل السياسي الآن ناضجا فيما إذا قامت هذه الثورة التي تقول بها لاستلام سلطة وحكم ونظام سياسي، أم هي أيضا مقدمات لفوضى قد تحصل؟ بعض الأحزاب راهنت على ثورة الشعب في تشرين، وتدري من سرق تشرين. أي واليوم تذكر، شوف اليوم اللي يمثل تشرين أصبح لا شيء، مضمحل اليوم. بالعكس، خلافات الداخلية واتهامه بالفساد والسرقة، وهو مراحل التأسيس ما صار لها فترة سنة، ما عدت السنة، داير حولهم بعده. أي واليوم تشوف اللغط والكذا والكذا والكذا، إذا نحطهم حالهم حال البقية. إذا القضية سرقت هذه الكتل وهذه الأحزاب وهذه الموجودات وهذه الأسماء وهذه المسميات، حلم إعادة الدولة العراقية إلى هيبتها، إعادة المواطن العراقي إلى عمق التاريخ اللي تكلم به الأخ الضيف.